فالمسؤولية، نعم هناك مسؤوليات دنيا، والحاكم ينبغي أن يعاقب من يتهاون في أداء مسؤوليته. عندما يسمع حاكم بأن هنالك شاب قتل في عرض البحر بالرصاص يعدم، لا بد أن يرفع تحقيقا لماذا أطلق عليه الرصاص. هؤلاء مدربون، هؤلاء يعني أنالوا تدريبا من أجل حفظ أرواح الناس، فكيف يتلفونها ويقتلون الناس؟ والذين خرجوا من ديارهم وذهبوا في قوارب الموت ثم بعد ذلك حدث لهم الغرق، هو مسؤول عنهم أمام الله يوم القيامة، مسؤول عنهم يوم القيامة، بل مسؤول ليس فقط يوم القيامة، مسؤول أمام الأمة إذا كان هنالك قضاء حقيقي. لماذا لم يوفر لهم العمل؟ لماذا لم يعرف انشغالاتهم؟ هؤلاء الشباب إنما دفعهم اليأس والإحباط والظلم، وطال عليهم أمد الانتظار، فأصبحوا كل واحد هذا يحرق وهذا يحرق وهذا يسرق وهذا يخنق وهذا يقتل وهذا يجرم وهذا يبتاع المخدرات وهذا يشرب الخمر وهذا يفعل كذا، كل لأن هذه مسؤولية الحاكم، مسؤولية الحاكم، ولذلك مسؤوليته عظيمة. وفي الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من تولى 10 من الناس، 10 يأتون يوم القيامة في رقبته، غله جوره أو فكه عدله. أهل الفكر والرأي والعلم والدعوة والإعلام أن يسلطوا الأضواء على الفساد الذي ينخر المجتمع بجميع ألوانه. ليس مهمة الإعلامي، أنا أسمع كثير من الأيام يقول لك الإعلاميين هذو هم الذين سوف يحلون المشاكل ولماذا لا يمدحون. لا، ليس من مهمة الإعلامي هو المدح ولا القدح، ليس مهمته لا يمدح ولا يقدح، مهمة الإعلامي هو يسلط الأضواء على العيوب والنقائص والمساوئ والمثالب من أجل إصلاحها. أما ما هو موجود من بعض الحقوق لبعض الناس هذا تحصيل حاصل، ولذلك نجد أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا لا يباتون ولا ينامون ويخافون من عقاب الله عز وجل إذا فرطوا في حق من حقوق الرعية. ثم بعد ذلك أين هي العدالة في هذا البلد؟ أين هو الإنصاف والمساواة؟ البارحة الكثير من الناس يتساءلون، وقد سئلت فعلا البارحة في المغاربية من طرف الصحافي اللامع بن شنوف جزاه الله خيرا، ولكن الوقت قليل والشرح يطول، عندما بدأ كثير من الناس وخاصة اليوم عندما انتشر الخبر قالوا لماذا وزيرة السابقة خليدة مسعودي أطلق سراحها
وبدأ الناس يذكرون الأموال بالملايير التي هدرت وضاعت في السنوات تخرج بالإفراج المشروط. وكل إنسان له نظرة وله رؤية لما حدث، لا شك أن أي إنسان عاقل لا يحتج على أن يخرج إنسان من السجن، وإنما الاحتجاج ينبغي أن ينصب. لماذا لا يكون هنالك إنصاف ومساواة؟ كيف إنسان مواطن عادي ارتكب جريمة بدوافع اجتماعية يسلط عليه أشد العقوبات لسنوات طويلة، ووزير أو وزيرة أو جنرال أو رئيس حكومة استؤمن على أموال الأمة فإذا به ينهبها ويسرقها ويبيعها في السوق السوداء، يوشك أن يخرج من السجن بينما الذين دفعتهم ظروف الحياة وقسوتها يسلط عليهم أشد العقوبات، بل الذين مارسوا حقوقهم السياسية، حق التعبير، حق التفكير، حق التجمع، حق الاحتجاج، حق المسيرة، حق الاعتصام، هؤلاء يسلط عليهم أشد العقابات. ولم يسرقوا دينارا ولا فلسا. هذا هو موطن الاحتجاج، ليس موطن الاحتجاج لماذا خرج فلان أو خرجت فلانة أو خرج فلان. وقد قلنا في سابق الأيام بأن حتى المرأة إذا أخطأت أو أسرفت على نفسها أو سرقت أو نهبت أو فعلت، فإن الإسلام يعاملها معاملة خاصة. لكن هنالك نساء الآن من وراء القضبان، ما كنا يوما وزيرات وما كنا يعبثن بالملايير وما كنا يبذرن الأموال لا في تلمسان ولا في قسنطينة ولا في الصداقة بيننا وبين فرنسا ولا في الحفلات التي يصرف عليها بالملايير على الفنانين والفنانات. فكيف يخرج؟ تخرج الناس عندهم حق تسأل، أين هو وزير العدل الذي قال سوف نعيد الثقة للمواطن عندما يرى مثل هذه الأشياء؟ كيف تعود له الثقة؟ إما أن نعامل الناس كلهم، كل بد كل المساجين يخرجوا، يعني الجهد الأقل وجهد المقل على الأقل يخرجوا إفراج مشروط، أم أنها رسالة، أم أنها بالون اختبار، أم أنها جس نبض؟ كيف سوف يتفاعل الشعب الجزائري مع هذا العمل؟ هذه وزيرة أحببنا أم كرهنا، هذه ليست مواطنة عادية. ولم نسمع صوتها لا في المحاكمة ولا عندما خرجت، بل الصمت الذي قتل الشعب الجزائري. لماذا كلهم يصمتون؟ يخرج الوزير يتحدث ويقول كذا وكذا 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 في بين عشية وضحاها. عندنا وزراء
عندنا جنرالات، عندنا مسؤولين يعرفون حجم الفساد الموجود في دوالب الحكم وفي المؤسسة العسكرية في رأسها وفي مخابراتها وفي إجرامهم، لكن يسكت. من يدفع الثمن تاع السكوت هذا؟ يدفع الثمن السكوت هؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين والذين يدافعون عن حقوقهم أو يمارسون حقوقهم. لأول مرة يقولوا نظام جديد، جزائر جديدة، جزائر جديدة بعقول قديمة. يعني تبون يرشح شريف رحماني الوزير والذي كان واليا لولاية الجزائر، ربما لو ذهبوا إلى باب جديد إلى الضبطية القضائية سوف يجدون ملفا عنه، وربما أيضا في المديرية العامة، وربما أيضا في المخابرات العسكرية. فكيف يرشح هذا؟ هذا استفزاز للشعب الجزائري، هذا استفزاز. كأن الجزائر عقرت، أصبحت غير ولود حتى في قمة المؤسسة العسكرية، الذين كانوا في السجن العسكري بالبولينة والذين كانوا مطاردين والذين حكم عليهم بأحكام غيابية والذين لاذوا بالفرار خوفا على أنفسهم يسترجعون كما تسترجع الزبالة، ونعاودوا نريشكليوهم من جديد ونضعوهم في الأماكن الحساسة. عندما تسمع شنقريحة تقول هذا جيشنا لا يقهر وفيه كل الكفاءات وأنه ولود، لكن عندما ترى المسترجعين الذين الآن هم في قرارات وخاصة في المخابرات العسكرية، لأن هي النخاع الشوكي العمود الفقري للمؤسسة العسكرية، من؟ هذا قاتل، هذا سافك للدماء، هذا مغتصب للأراضي، هذا عبث بأعراض الناس وأموالهم ونسائهم ورجالهم وأطفالهم وروع وقتل وفعل الأفاعيل. فإذا به يخرج من المؤسسة العسكرية بعد، يخرج براءة بعد 5 سنين، واحد بعد 3 سنين يخرج ويعاود يولي إلى المؤسسة العسكرية ويعطى له النياشين ويولي لواء. هذه كيف يقبلها إنسان عاقل؟ وكيف يسكت الساكتون؟ أين هي الطبقة السياسية؟ أين هي الأحزاب المعتمدة؟ ترى هذا العبث وترى هذا الفساد ثم هي ساكتة خائفة أو شريكة في الفساد؟ هل عجزت المؤسسة العسكرية أن تأتي بدماء جديدة وبوجوه غير هؤلاء عندما تسترجع هؤلاء الزبالة فتضعهم في مقام القرار؟ هذا يدل على أنها عاجزة، على أنها عقيمة، على أنها لا تلد، على أنها لم تربي ولم تكون. والشرشال والأكاديميات وإعاود يوليو هذا الزبالة ما يحكموا فينا من جديد. أنا كنت في المنظمة العسكرية تاع البوليدة وخرجت منها، لماذا لا ترد لنا حقوقنا؟ ولماذا لا يرد لنا اعتبارنا وقد مارسنا عملا سياسيا سلميا أمام الله تبارك وتعالى ثم أمام الخلائق ثم أمام رجال النظام في حد ذاته الذي كان ساري المفعول في ذلك الوقت؟ لماذا لا ترد لنا حقوقنا؟ لحد اليوم الناس عند ذلك عندما يرون ويسمعون كيف خليدة مسعودة خرجت، هذه ماهيش مواطنة عادية، هذه راهي وزيرة كانت عندها ملايير، وزارة الثقافة في الدول التي تحترم نفسها هي الوزارة الثانية بعد وزارة التربية والتعليم.
أول وزارة هي وزارة التربية والتعليم والثقافة، لأن تقوم على هوية أمة وعلى تاريخ أمة وعلى أمجاد أمة وعلى تربية أجيال. الثقافة ليست رقصا وليست طبلا وليست مزمارا كما يراد لنا أن نفهمها في تيمقاد وفي جميلة وفي الشواطئ نتاع البحار وعبث بأموال الناس. لا لا، الثقافة أوسع من هذا بكثير. هذا فولكلور، هذا الترفيه، تصرف الأموال على الترفيه ولا تصرف على المؤلفين والمفكرين والعلماء. ويعني ما معنى هذا؟ ولذلك أنا أقول، رغم أنني يعني في الحقيقة لا أريد أن أطيل الكلمة لأنني عنفت صباحا، وبالطبع هذا الإكراه البدني بأي حق؟ ها يا سيدي، أنا ما عنديش حتى ليش الإفراج المشروط، لماذا أمنع؟ ها لماذا أمنع؟ هذا سؤال، هذا سؤال. من هي الجهة التي تأمر بهذه الأوامر؟ جهة قضائية؟ ما كانش أنا لم أكن أمام القضاء. أي جهة تأمر؟ هذا التسلط، هذا التسلط والعتو في الأرض. تمنع الناس حقوقهم؟ طيب يا سيدي، خرجت سعيدة خالدة مسعودي وقلت عندها ثلاث سنين. هذه أنا مثل ما قلت، هذه نجيبوها على جنب واحد. ناس ما سرقوا، ما خطفوا، ما متورطين في أموال تاع، ونحن نعرف بأن ما عندناش عدالة. يدخلوك الحبس ثم يخرجوك. لماذا لم تكن محاكمات الوزراء ورؤساء الحكومات؟ ولماذا لم تكن يعني محاكمات قادة المؤسسة العسكرية بدءا من المخابرات العسكرية بالفريق توفيق وطرطاب والجنرالات قادة النواحي؟ لماذا لم تكن علنية يسمعها كل الناس؟ لأن هذه شخصيات أصبحت عامة وعندها تأثيرها على الشعب. لماذا لم تكن عامة؟ لإخفاء الحقائق على الناس. واليوم نفس الشيء بين عشية وضحاها، ولذلك من حق الشعب، من حق الشعب أن يتساءل لماذا هي خرجت ونساء أخريات لم يخرجن، ولماذا الذين عارضوا ولم يسرقوا ولم يتهموا، نعم من حقهم أن يعارضوا نظام الحكم، من حقهم. نعارض نظام حكم سواء بطريقة فردية أو بطريقة جماعية أو عن طريق الحزب أو عن طريق المجتمع المدني أو عن طريق كذا. رسالة كتبها طابو وهو شخصية سياسية كانت على رأس الأففاس، إلى المدير العام للأمن، إلى يوم الناس هذا لن يجب. بينما الأخ العربي زيتوت عندما اجتمع المجلس الأعلى للأمن أو الأعمى للأمن حيث لا أمن، وصنفوا حركتين أنها إرهابيتين. المصالح الأمنية في بريطانيا تعرف كيف تتصرف هذه الأنظمة الجائرة والفاسدة، قد تلجأ إلى الاغتيال، قد تلجأ إلى تنفيق التهم، قد تلجأ إلى تشويه السمعة، وقد لجأت إلى أخيه ثم بعد ذلك سجنته. ولذلك أنا قلت البارح ولم يكن عندي وقت، وأيضا لما نتكلم في قناة لابد أن أحترم خطها ولا أريد أن أتجاوز حتى أسبب لها ربما ما لا يجوز، يعني وهي قناة الوحيدة التي الآن تفسح المجال
للجميع من هذا الرأي وذاك الرأي. قلت ليس هو الذي ذهب إلى الشرطة البريطانية، لا، هي جاءته ليلا وطرقت عليه الباب لأنها تعرف مهمتها وتعرف كيف تساس الأمور داخليا وخارجيا لكي تحفظ له أمنه. ونحن مواطن جزائري في قلب الجزائر يكتب إلى المدير العام نتاع الأمن، إلى يوم الناس هذا لم يحري جوابا ولم ينبس ببنت شفاه. أي دولة نحن؟ لا بالإسلام حكمنا ولا بقوانين الأرض حكمنا، حكمنا بالأهواء، حكمنا بالنزوات، حكمنا بقهر الشعب. هذا سيدمر البلاد عندما يسمع الشعب الجزائري أن تبون اللي يقول جديدة يروح يرشح هو بذاته، يرشح لا حول ولا قوة إلا بالله شريف رحمن. من الذي لا يعرف ماذا أحدث شريف رحمن في ولاية الجزائر؟ هذا تبون، هذا هو أصلا تبون في حد ذاته، المفروض راح من وراء القضبان، من وراء القضبان أتلف الأراضي الزراعية التي خلقها الله عز وجل منذ أن خلق الجزائر واستعمرنا من أجل جودة ترابها. الرومان والوندال والبيزنطيون والفينيقيون جاءوا إلى هنا وفرنسا من أجل خصوبة هذه الأرض. الولود أصبحت، روحوا انظروا إلى المعالمة، السحاولة، وادي الرمان، كل الأماكن اللي كانت في الحقيقة هي الخزانة نتاع الأكل والشرب كلها أصبحت بطون، ويا ليتها كانت مساكن، أصبحت الآن أماكن للجريمة، عمارات يدخلها الإنسان بعد يومين يبدأ يكتشف عيوبها، يوريها لك في اللئيمة تقول أنت يا شو شابة وكذا ومنا، قال لك من برا الله الله ومن قوة يعلم الله. يا المزوق من برا وش حالك من الداخل؟ هذا يهدم الكوزينة وهذا يقدم الصالو ويعاودوا يصرفوا عليها دم فادهم ويستلفوا باش يعاودوا البناء من جديد. الشعب الجزائري لن ينسى ما دامت هذه العمارات التي أشرف عليها في طول البلاد وعرضها تبون، لن ينسى بأن هذه بنيت في وقت تبون. واليوم يقول لك تاع جديدة يرشح شريف رحمن، عقلة الجزائر عقلة ما فيهاش رجال.